إنجيل باكر 12 بابا من مزامير أبينا داود النبي. بشرت بعدلك في جماعة عظيمة، هوذا لا أمنع شفتي، أنت يا رب قد علمت بري، لم أكتم عدلك في قلبي. هللويا. من إنجيل معلمنا مرقس البشير. ثم خرج أيضا إلى شاطئ البحر، وكان كل الجمع يأتون إليه، فكان يعلمهم. وفيما هو مجتاز رأى لاوي بن حلفة جالسا عند مكان الجباية، فقال له اتبعني، فقام وتبعه. وفيما هو متكئ في بيته كان كثيرون من العشارين والخطاة متكئين مع يسوع وتلاميذه، لأنهم كانوا كثيرين وتبعوه. وأما الكتبة والفريسيون فلما رأوه يأكل مع العشارين والخطاة كانوا يقولون لتلاميذه، لماذا معلمكم يأكل ويشرب مع العشارين والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأقوياء إلى الطبيب بل المرضى، لأني لم آتي لأدعو الأبرار بل الخطاة إلى التوبة، والمجد لله دائماً.